بهذا الوضع. بالأمس من كم شهر فاتت وانتم كنتم في بيوتكم مرتاحين واغنياء، والسلطة بيدكم وبترولكم بيدكم، البترول توقف، حياتكم توقفت والمشاريع توقفت. من اللي وصلكم لهذا؟ عشان ايش؟ عشان يحكمكم؟ جتوا هذه العصابات اللي تشكلها الاستعمار الخونة عشان يجيبوا الاستعمار، يشردوا الشعب الليبي، فرغوها من السكان. اللي خلى الشعب الليبي في هذا الوضع، خلى النسوان الليبي في هذا الوضع، هذا هو اللي انقضوا عليه، انقضوا عليه. استعباد الشعب الليبي، إذلال الشعب الليبي والسيطرة على قوة أولاد الليبيين اللي هو البترول، يبقى تحت السيطرة الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية. هذا هو اللي يتضح هذه الأيام. كل الشعب الليبي لازم يفهم من أقصى إلى أقصى هناك محاولة لافتكاك لقمة عيش أولادكم من 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 فمهم، وهو البترول. ما عندكمش حاجة تعيشوا بها يا ليبيين إلا البترول. البترول تبغى أمريكا تسيطر عليه، وهي فرنسا وبريطانيا.